انطلقت فعاليات معرض طيور الزينة ليقدم بعض السلالات النادرة الجاذبة لأنظار الزوار. الجدير بالذكر أن هذا المعرض يعتبر ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي مراعي 2024 في نسخته السابعة. طيور جذبت أنظار الزوار بألوانها الزاهية وأصواتها العذبة، حيث شارك معرض طيور الزينة في معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي مراعي 2024 بنسخته السابعة في عرض عدد من الطيور الملونة وبعض السلالات النادرة التي يمكن للزائر التعرف عليها والتفاعل معها. احنا في هذا العام اضفنا مجموعة كبيرة من الطيور المميزة اللي تخضع الى سايتس ون، وهي انتاج محلي بحريني، وهذا شيء نفتخر فيه بأن اليوم المربي البحريني يساهم في إنتاج مجموعة من هذه الطيور اللي مسجلة رسمياً بأن هي مهددة للانقراض بسبب التجارة الدولية. هذه السنة في معرض مراعي حاولت الجمعية بفريقها العلمي توفير كم هائل جداً من الطيور بمختلف طفراتها، وأيضاً لتسهيل الوصول إلى هذه المعلومات قمنا بعمل كمية كبيرة من البنرات والبروشرات التعليمية الخاصة بهذه الأنواع من الطيور، وتعريف المجتمع بهذه الطيور وكيفية تربيتها، وأيضا الانخراط في المجتمع، لأن هذه أحد أهداف الجمعية الأساسية جدا. قمنا بضخ كمية كبيرة من المعلومات اللي من خلالها يقدر المربي استيعاب هذه الطيور وكيفية تربيتها وكيفية العناية فيها وأيضا أنواعها بالشكل العلمي الصحيح. معرض طيور الزينة فرصة أن نتعرف على أنواع الطيور وشلون الطريقة الصحيحة في تربيتها والعناية فيها، وشيء حلو يعني أن المعرض غطى هالأشياء كلها وأنواع لها طيور كامل. جهود مستمرة وعمل دؤوب من قبل الجهات ذات العلاقة للمحافظة على الحياة الفطرية والبيئية وزيادة التوعية بأهمية ثروة طيور الزينة لوضع مملكة البحرين على خارطة الدول المتقدمة في هذا المجال.